فمن هم السلف؟ وهل هناك مذهب اسمه مذهب السلفية؟ حقيقة أن السلف فترة زمنية وليس مذهبا لا فقهيا ولا عقديا، إنما هي فترة زمنية طيبة كثر فيها الإيمان وكثر فيها العمل الصالح، وكان الناس من الله عليهم فيها بالثبات وبالإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا، لكن مما أرشدنا أيضا أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة. ومن هنا قال العلماء: الخير في أمة محمد إلى يوم القيامة. أما أن هناك مذهبا فقهيا أو عقديا يسمى بالسلفية فلا يوجد. السلف الصالح كانوا فاهمين للكتاب والسنة، كانوا علماء أتقياء أنقياء، وكانوا مدركين للغة العرب، وكانوا مطلعين اطلاعا دقيقا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيدها، فجمعوا أدوات العلم. ومنهم الإمام أبو حنيفة، وقد مات سنة 150 من الهجرة، ومنهم الإمام مالك إمام أهل المدينة، ومات سنة 174 من الهجرة، ومنهم الإمام الشافعي ومات في سنة 204 من الهجرة، فلم يتجاوز هؤلاء الأئمة القرون الثلاثة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الشافعي كان حافظا للقرآن، وكأنه سطر واحد أمامه. عندما نتأمل كلام الشافعي في الأم نتعجب كيف هذا العمق، وهل خطر في باله كل هذا العمق؟ كيف هذا؟ هذا لا يأتي إلا عن توفيق. ولذلك تجد أصحاب المذاهب المرعية الشرعية المنقولة لهم أسانيد، هناك سند للشافعي وسند لمالك وسند لأبي حنيفة وسند لأحمد وسند لجعفر الصادق وسند لزيد بن علي وسند، وهكذا أسانيد نرويها كابرا عن كابر. فأين سند السلفية؟ يعني ما فيش حاجة اسمها سلفية أصلا. فين أيها السلفي رويت عن شيخك أيها المبتدع الذي أحدثت في دين الله ما ليس منه، الذي خالفت ميراث نبيك وتركته، الذي اعتديت على سلفك الصالح وتكبرت؟ أين سندك المدعى؟ لا وجود له. جاء بعضهم بسذاجته المعهودة وتفاهته الشائعة وركب سندا وقال: هذا سندنا، فصار أضحوكة بين العلماء وغير العلماء، فسحبوا هذا الأمر وسكتوا بعد هذه المحاولة التي تشبه محاولات المستشرقين في التلفيق. ولذلك ديننا موروث وسندنا محفوظ، وفي النهاية
الشافعي هو السلف الصالح، مالك هو السلف الصالح، أحمد هو السلف الصالح، وغير ذلك لا نعرفه ولم نسمع عنه. وهؤلاء يدعون الاجتهاد في الفروع ويدعون التقليد في الأصول، وهو عكس ما عليه الأمة.